السلام عليكم البنات، سعدية لاباس، عيد مبارك سعيد. اليوم نقدم لكم طريقة الكرداس وطريقة القديد وكيفاش النشر ديالو. هذا الجزء الأول، تبعوا معنا الأجزاء كلها خاصة بالمجبنة، القديد، الكرداس. غادي توريكم الأم ديالي طريقة الكرداس الصحراوي، بالطريقة اللي كنديروه. غتبعوا معايا الفيديو للآخر، اشرح لكم الام ديالي كيفاش للمبتدئات اول مره يصايبوا الكرداس. تفضلي ماما وريهم. غنديروا هذا الكرداس، هو صحراوي ومخلط ما بين صحراوي وجهه العربيه السطاس والشاويه. الشاويه لان حنا الشاويه كنديروا عيد للشحمه وحده، ولكن حنا ملينا كان ملينا طقنا ديال الكرداس الصحراوي كيجينا بنين، ولينا كنديروا ما بين ديال الصحراوي وما بين ديال الشاوية، كنخلطوا الشحمة مع الرية ومع العلالق ديال القلب ديال الفواد، فيهم القرجوطة وفيهم هادشي اللي كيكون ديال الفواد اللي كيبقى الحيمات اللي كيكونوا الصفاقة ديال الفواد، وما بين هادشي هاد المدبنات كيقولها المدبنات اللي فيها بزاف الطيات كتغسل مزيان حتى هي وكتقدد، ومعها هاد الردة كيقولوا ليه الردة اللي فيه الوسيس، كتحيدي منه هاد الوسيس تخلي غير الشحمه وكتقديه وديري ليه. وهاد الكرشه طبيعة الحال هي اللي كتجمع هادشي كله، والله هي هي الكرشه، ها هي الكرشه كامله، حتى هي كديري ليها الإقامة اللي غديري هنا، غديري في هاد الإقامة كلها فيها لحم ملحة كثيرة والإقامة اللي مرافقة غنديروها ويتسقطر يمشي يتنشر يبات بعدا ليلة معاني الخل الصحراوي. إذا غادي لي الخل والملحة الملحة وغادي الخل والملحة والإقامة من البصلة الكامة اليابسة والثومة اليابسة والإقامة ديال القديد كتبع هاد العطار. الإقامة ديال القديد والكبد كتبع هاد العطار، تمشي هاد العطار وكتخلطو كيبات هادشي ليلة. غدا إن شاء الله عاد غنشروه، نشروه يتشحلف وما يبقاش فيه لا ما لا والو، عاد نرجعو لكم ديك الساعة نعاودو نوريكم كيفاش كنديرو ليه. فهمتي؟ حتى هما المصار حتى همايا كنديرو ليهم الإقامة، حتى هما كان فيهم النص اللي قريب حتى هما الملحة وكنشروهم باش غنعقدو بهم باش غنعقدو بهم الكرداس. ومن أحسن كيعقدو بالمصار، كيجي زوين من داكشي اللي كيذوقو كيحماق على هاد الكرداس زوين، لأن يعني فيه تخليطة وصل حتى شوية اللحم كنديرو فيه اللحم والرية وهادشي ديال هادشي كله كيتخلط ملي كنقدوه، يعني هاكا كنحلو هادشي كنحلوه كله كيتحل، ملي كينشف كنقطعوه قطعوه طريفات صغار ماشي صغار بزاف ميان، كما غتشوفوا والحيمات حتى هما معاهم يلاه كيجي مخلط ما بين الشحمة واللحم، ما كيجيش بوحدو، ليه شي كرداس كالا فيها اللحم وفيها الشحمة مزيانة بحال الكرداس كيكون ماشي عامر على الشحمة، كيجي بنين ومع الخل الصحراوي ومع الإقامة ديال القديد. وطبعا الخل الصحراوي اللي كنا حضرناه في الفيديو السابق غادي تيشوفوه الناس معايا، ومع الإقامة ديال القديد والبصلة اليابسة والثومة اليابسة حتى هي دابا هي غنبداو نديرو دابا هي دي على بركة الله. دابا كنحلو هادي كلها باش تدخل معايا الملحة وطوطوال باش نلقاو كيفاش نشروها، غنشروها في السطح تاخد شوية الشمش ضروري شي كله كيتحل. ضروري كيتشمش ومصار نتا هما غادي هما يدارو غادي يتشمشو باش هما اللي كان اييه هادشي كله كيتحل كتضيع حتى شي حاجه في الفواد. هادشي تا هو غنحلوه باش تدخل ليه الملحة وتدخل ليه الإقامة وجي بنين وتدخل ليه حتى الشمش.
بصح ملي غنديرو ما كرموش بزاف، وإلا كرم ليكم بزاف وكانت الشمس حاضرة وكرم ليكم ملي تجيو تغو تصوبوه كتسردوه شوية بالخل الصحراوي كتسقيو باش تقدروا تعقدوا به، باش تقدروا تزين معاه، باش مني إلا كرم ليكم كتسقيوه بداك الخل الصحراوي كتسقيوه. هاد الغدية دابا غادي نديرو التوابل. تفضلي الماما وريهم. ايوا اش كي بديت القده هذه قدتها قدي دابا تبقاو بقاو كيفاش هذه الريه. دابا بداي ورينا التوابل اللي غادي نديروها امي وريهم. ها هي قرجوطه، ها هي قدتها شتي قددناها باش تقدر نشروها. فهمتي نقطعوهم بالطريقه باش ملي كنشروهم. هذه الريه هي قددناها. هذه هذا داك مول البنات هي قددناها. مول البنات كلها مول البنات هذه حتى عندها اسماء. وهذه دوكا اللي قامه دوكا غنديرو ملح الحية. ملح الحية اللي كندير ضروري ملح الحية. ملح الحية ما كتطلقش الماء. كتجي يجي داك الشيء ناشف وزوين. شنو الفرق بين الملح الحية والملح العين؟ لا بدل الملح الحية اللي كنديروها في القديد دائما قديد وكرداس اللي كنديرها ما كتطلقش الماء وكتجي بنينه. هذا الملح الحية كتجي وكتحافظ على زوينه كتحافظ على الملح هذا نخويوها يعني ما مي زعما كي ما تلبسي بها اللحم هي الاولى كتلبسي بها كتحسي بان اللبسه ما تملحيش بزاف تملح بزاف لا وحيت انا غنديروا لقامه لقامه كتحافظ يعني غنديروا باقي التوابل حتى هما غادي يعني ولكن الحاجه زعما كي المهمه الملحه في الملح هي كنديروا لقامه ديال القديد هادي ديال القامة ديال القديد اللي كتشوها مع العطار قربيها هذيك هادي كتمشي عند العطار وكتقول لي عطيني القامة ديال القديد كيكون فيها قزبر كامل تيكون كيكون مخلطين فيها هما كلشي هما كيكونوا عارفين العطار يعني بغات شي وحده راه كتمشي عند العطار كطلبها كيعطيها هو كيكون عارف يجمعهم يعني كنديروا الثومة اليابسة بودرة ديال الثومة العادية ها الثومة اليابسة كي اللي كيدير الثومة العادية حتى هي ماشي مشكل هادي بقى كتسهل سهلت علينا الخدمة بصح العامل زعما ماشي ساهل الخدمة لأن الزخت تابعنا مازال قدي تابعنا بزاف الحوايج سهل عليك شحال دابا تقريبا درتي ديال درت جوج عواشق جوج عواشق هنايا في الحرم هنا في الشحنه وهذه البصله البصله اليابسه حتى هي يا بصله بصله بودر حتى هي بصله اليابسه حتى هي غنديرو فيها جوج ملعقات ياك صغار اصحاب الكرداس اللي عز عليه الكرداس وكيبغيه وبغي يعني يصوبوا في الدارو وكنديروا القامه اللي عندنا في الدار كنزيدوا شويه ديال الابزار فلفل اسود خلقهم البلدي خلقهم خلقهم البلدي انا كنقول الكركم هذا حسب الناس اللي يعني ماشي خارج العرب يعني العرب حتى هما يعرفوا حتى الاسماء ديال التوابل سكينجبير هاد الكرداس كاين غير غير القامه كيبغي زعما كاين ما يعني ما تقللش من تخليش عليه بالقامه دابا هي الفلفل الاحمر تحميره والكامون البلدي كامون بلدي هذا الكامون كنجيبوه حنايا حبوب وكطحنوا الوالده كطحنوا الاحسن واحد يشري ويطحن هذا القزبر كامل ضروري هو راس ديال الاقامه ديال القدي يعني هذا ضروري ما يكونش الواحد يقول يعني استغناء عنه تبارك الله كاين خدمه هادشي ولكن راه زوين كيبقى هو يعني الحاجه ديال اللي كتبقى لينا من العين كنخلطو مزيان مع بعضياتو عادرنا لكم القياس اما كلشي كيتخلط مع بعضياتو
الشحنة واللحم والرية وهاد القاج كلشي. ودابا ملي غادي نخلطو وغادي نزيدو عليه الشونية. داك الشونية مهم، هاد الشونية هي اللي كتخلي هاد الكودس ما يخسرش. هو ضروري ولي ما كيبغيش مثلا الحار، يعني ما يبغيش الحار، هو ما تقويش منه، ديري الحار ما تقويش، ديري يعني على حسب القياس. الشونية ضروري زعما على حسب يعني كل واحد شنو. وهادشي اللي كنديرو فيه نطرق نقرقدو، منين نبغيو نجمعو ثاني كرداس الكريم ونبغيو نصوبوه نجمعوه ثاني كنزيدو واحد شويه اللقان مع هاد الشيء اللي ذكرنا. هاد اللقان اللي درنا ملي بغاو يعني يكون صافي كرملينا وكلشي غادي نبداو نديرو الكرداس. صافي صافي رقدناه دوكايا، وهذا الشيء اللي درناه غنديرو نفس العمليه ديال المصاول ونفس العمليه ديال الكرشه. حتى هي غنديرو لها نفس العمليه هذا الشيء. صافي صافي غنخليو يبات حتى نبداو ونشرو. صافي الله. غادي نضيفوا التوابل كذلك في الكرشه وفي المصارن في نفس الطريقه، كنضيفوا الملح الحيه والباقي التوابل كلها. تبعوا معنا هم الخل البلدي اللي كنا حضرناه في الفيديو السابق، نحط لكم الرابط على الوصف. صفيناه، دابا غنجهزو باش نحطوه باش نوضعوه في الكرشه ديالنا وفي الكرداس ديالنا. تا هو ضروري من الخل البلدي، نحط لكم الرابط في الوصف. غادي نكملوا الاضافه ديال الخل في المصارن في الكرشه كلهم، غادي ندوزوهم بالخل وغادي طبعا نخليهم يباتوا ليله. وفي الصباح ملي تكون كتكون الشميشه كنشروه. القديد ديالنا كنقطعوه على بهذه الطريقه كما كتشوفوا باش يسهل علينا في النشير. قطعي ديما على طولي، طريقه سهله ماشي صعيبه كما كتشوفوا بهذه الطريقه. كنبقاو نقطعوه باش نشكلوا القديد ديالنا، طويل ماشي طويل بزاف، مهم باش تقدري تنشريه. الطريقه ديالنا كيف كتشوفوا في التقطاع ديال القديد ديالنا، طبعا كنبيتوه ليله في باقي التوابل، كنحضروا بنفس التوابل اللي حضرناها وكنبيتوهم بليله. ومني كنبغيو نشرو كنضيفوا ليه تقريبا نص كاس ديال الزيت، وعاده كنجهزوا في النشير باش القديد يتشمش لينا من الشمش مزيان. دابا غنضيفوا الملح الحيه وكذلك كل التوابل، الفلفل الاحمر الفلفل الاسود، كذلك التوابل الخاصه بالقديد كتباع عند العطاره، كذلك الثوم البودره نكملوا دابا نجمعوا التوابل كلها. دابا كما كتشوفوا هاد داك اللقامه اللي كتباع غتمشي عند العطار تقولوا ليهم يعطيكم العطريه ديال الخاصه بالقديد. دابا غادي نخلطوا نجمعوا القديد ديالنا كامل، نجمعوه باش يشرب اللقامه مزيان. كذلك على القديد ديالنا الخل الصحراوي. دابا يا في الصباح نشرط القديد صح كما كتشوفوا، ودرت ليه نصف كاس ديال الزيت وعاد نشرطو رطبناه بالزيت كما كتشوفوا المنظر ديال السطح ديالنا في يعني في كثير اعشاب. تراقبوا الجزء الثاني كذلك على الطريقه.